وانت اتكلمت على مميزاته، شايف ازاي الجزء الهجومي؟ يعني هل الراجل فعلا بيفكر انه يلعب بالمهاجم الوهمي ويعتمد على صلاح محسن ومحمد الشريف، يبقى لهم ادوار على اختلاف كل توقيت فيهم يكون في لعيب بيتم استخدامه؟ انت عارف مروان دلوقتي مصاب، ومروان ستايله غير الستايل بتاع صلاح محسن وغير ستايل محمد الشريف او حتى صحيح. كمان احمد ياسر ريان ده حقيقي. يمكن التلاتة اللي قلت عليهم صلاح محسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر دول دايما بيلعبوا على الاطراف او بيبقى راس حربة وهمي زي ما انت بتقول كده. بس هما انا شايف ان حتى صلاح محسن ما ينفعش حتى فرد صريح، دايما بيجي من تحت بيبقى متطرف شوية كلام ده. محمد شريف انا شايفه افضل، بيبقى دايما على الاطراف لانه بيعرف دايما يخترق في العمق بشكل كويس قوي، بيقطع قطر بين الناس، بيقطع بين المدافعين بشكل كويس في الخط الخلفي بالذات. يعني مروان طبعا اسلوب لعبه لازم بيبقى فيه رد صريح، دي كلها بتبقى راجعه المدير الفني، رؤيه المدير الفني في التمرين وعلى جاهزيه اللعيبه ومين اللعيب اللي بيستوعب طريقه اللعب بتاعتي. ما انا ممكن لعيبه اقعد احفظه طريقه لعبه وتكتيك معين، كل شويه الاقيه في التمرين مش قادر ينفذ، فممكن اقفل منه اجيب واحد تاني. فخلي بالك ممكن تلاقي الماتش جاي تفاجئ بواحد تاني خالص. دي كلها بتبقى راجعه لحاله اللعيبه الفنيه في اثناء التدريب قبل المباراه على طول. مين اللي اجهز فنيا، مين اللي بينفذ التكتيك بتاعه بشكل كويس، مين اللي واعي وبلاقيه اكتف. يعني انا ممكن لعيب يعمل لي حاجتين ثلاثه في تمرينه يشجعني ان انا العب، يفاجئني بالمستوى بتاعه، الاقيه جاهزيا وعايز يلعب وعنده دوافع وفي حوافز كتيره بالنسبه له، وشايفه هو بيديني حق، لا انا عايز العب اكون موجود انا هنفذ. فممكن المدرب في ثانيه يغير التكتيك بتاعه خالص. كل ده راجع لحاله اللعيبه معاه، وهو الوحيد المدير الفني اللي يقدر يقول ده. الرهان دايما بيبقى على الفكره دي بالظبط كده. انا موسيماني بصراحه انا بحترم الراجل ده جدا. كمان عاجبني فيه ان انا بحب اعمل الحاجات دي قوي. كل حاجه بعملها في تكتيك بعمله. الكورنر ليه كذا شكل بيتعمل، هو عمل شويه كورات ثابته ليها كذا شكل بيتعمل. الثروين حتى الاوت هتلاقي ليه طريقه بيعملها معينه. فالراجل اللي انا عاجبني اسلوبه، راجل بيطور من أدائه بشكل كبير، راجل عنده خبرات كبيرة جدا، الناس اللي كانت بتشكك فيه قبل كده، لا الراجل ده كان ليه سي في محترم، خبرات أفريقية على أعلى مستوى صحيح. فالراجل ده جاي عارف هو بيعمل ايه كويس قوي، فأنا عارف إن الراجل ده هيطور بشكل كويس، عشان كده أنا بقول لك أسلوبه عاجبني جدا. الصفقة اللي نفسك الأهلي يعملها في فترة الانتقالات اللي جاية؟ يشوف بس المراكز اللي احنا محتاجينها ايه. المراكز اللي من وجهه نظرك ممكن يبقى، لان هو فيش غير مروان محسن المفروض راس حربه صريح، ممكن راس حربه كمان معايا يعني. راس حربه دي اكتر حاجه شايف ان بس، انما جميع المراكز انا شايف ان هي كويسه جدا يعني.